السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلمتك. يعني حاول يفتتح الحلقة يعني مو كل مرة أنت يا أخوي. في ناس عندها دور يعني. خلاص. طيب يعني اليوم صلح لي شاي ليمون، عرفت مع الأجواء الحلوة. إيه عشرة مباركة أولا علينا عليك يا رب المسلمين. آمين آمين. اليوم 1 أبريل وقت تسجيل الحلقة، فاليوم يعني لا تصدق تقول أخبار كلها يعني. يعني حتى ممكن بعض أخبارنا يعني خذوها المصادر اللي أخذها تكون مضروبة يعني إيه شوي. طيب، وهذه الحلقة قبل فترة الاستراحة تقريبا، إن شاء الله نوفق في حلقة كذا لطيفة خفيفة. إيه راح تكون في استراحة بس بسيطة فترة جاية، تعرفون عيد وبعدها التزامات عائلية وكذا، يعني في بعض الناس مسافر. هذه كل الناس سافر يا أخي. إيه بعيد حول الشمس. مو شغلك. مو شغلي. طيب نبدأ على طول. تنبيه الطيارة طالع من الحين. غير حتى جوالي تخلي تنبيه الطيارة عشان افتح النفس شوي كذا. طيب شوف، أنا عندي مشكلة مع التنبيهات تستفزني. حلو. فدورت أفضل نغمة وشكله بيكرهني في هذه النغمة يعني تفتح نفسي فخلاص. طيب ندخل بالمواضيع على طول. أبل أعلنت عن مؤتمر المطورين. طبعا نقدر نقول أن هذا المؤتمر إذا أبل ما بدعت فيه يعني راح تواجه مشاكل جدا كبيرة، لأن كل الشركات حرفيا كلهم، الشركات السيئة والشركات الكويسة عندها أنظمة ذكاء اصطناعي، أبل نايمة ولا سوت شيء. طبعا للمعلومية مؤتمر المطورين السنة الماضية ظهر هي واللي أبل جت وتكلمت فيه عن الإصدار الأول نظارة أبل، فصدمت الناس فيه ورجعت المبيعات ورجعت أمور كثيرة. فسوت شغل صراحة في مؤتمر المطورين الماضي يوم تكلمت عن النظارة، فتوقع أن السنة هذه كمان راح يكون الحديث عن أنظمة الذكاء الاصطناعي الجديدة، تحديث سيري، واجهة المستخدم الجديدة، شغلات كثيرة ممكن راح نشوفها في هذا المؤتمر. والله ما ودي نتكلم عن الشائعات اللي تدور حول المؤتمر القادم، لأنه صراحة ملينا من جيب شائعات أو تفاؤل وما يصدق. لكن يبدو لي أجمع أغلب المتخصصين في خلنا نقول استرق السمع لما يدور في داخل اسمه أروقة معامل أبل صح التعبير، أنه حيكون في تحديث كبير على iOS 18 القادم. صحيح. وطبعا وحيكون يعني خلينا نقول فيه إعادة لصياغة أشياء كثيرة في تصميم الواجهات المستخدمين، في تبسيط لبعض الشغلات اللي كانت شوي صعبة، وفيه طبعا أهم شيء اللي هو الذكاء الاصطناعي، إدخال عنصر الذكاء الاصطناعي في استخدام واجهة المستخدم وفي استخدام التطبيقات. هل بيكون عنصر أساسي ولا تمكين لأدوات ثانية موجودة؟ طبعا احنا سبق وتكلمنا أنه أبل وجيميناي حق جوجل حيكون متاح، لكن إيش اللي حيكون موجود خلال هذه الفترة؟ لا يوجد معلومة أساسية، لكن أعتقد ما عاد عندهم فرصة أخرى تتاح لهم ما يطلقون شيء في خلال، إلا إذا كان عندهم شيء ثوري مثل ما صار في نظارة الفيجن برو ويستعدوا لإطلاقه. لكن أعتقد أجهزة الآيفون التطبيقات أو أنظمة التشغيل iOS يعني مشتاقة لتحديث أو إطلاقات مختلفة تماما حتى تستطيع المنافسة. يبدو لي ترى في محك المنافسة. طيب تدري في معلومة، مع القرارات الجديدة في الاتحاد الأوروبي وإدخال موضوع السماعة المنفذ اليو اس بي وسي وغيره، فيقال من بعض المصادر الخاصة أن أبل دخلت كميات كبيرة قبل تطبيق القرار لسماعاتها، فأغلب سماعاتها موجودة داخل الاتحاد الأوروبي بمنفذ اللايتنينج. الآن السماعات شئنا ما بين راح تنفذ في فترة معينة، فهي مجبرة لتغييرها إلى منفذ اليو اس بي سي. فنتكلم إنه راح يكون فيه إصدارات جديدة من سماعاتها قريبا. واحدة من أهم المميزات اللي متوقع أنها راح تكون موجودة في سماعاتها الجديدة اللي هي مساعدة الأشخاص اللي يعانون من ضعف السمع. تخيل أن سماعة أبل راح تكون مو فقط سماعة توصلها في جوالك وتستفيد منها، لا، راح تساعدك في تضخيم الصوت أو زيادة جودة الصوت اللي حولك، خاصة لأي شخص يعاني من ضعف في السمع. فهذه واحدة من المميزات المتوقع أن أبل تضيفها في ما استبعد. طبعا أبل عشان ما نخفي هي ناجحة في دعم
الاحتياجات الخاصة لكل فئات المجتمع، سواء ضعف سمع، ضعف بصر، ضعف حركة، كلها يبدو لي من أنجح الشركات في وجود حلول صراحة ناجحة. فما استبعد أنها تخدم، وأتمنى صراحة أن يعني ضعف السمع يعاني منه فئة كثيرة من المجتمع، خصوصا ما أتكلم عن انعدام حاسة السمع، لا أتكلم عن سوء السمع أو تدني مستوى ضعف السمع العام. فأعتقد بيحتاجون بشكل كبير، خصوصا أصلا مسبب ضعف السمع هو جزء منه السماعات، فإذا كانت قادرة أن تحقق هذا الجانب أعتقد بيكون كويس. في كمان شيء آخر شغالة عليه أبل متوقع أن نشوفه أيضا، وهو تحسينات في أنظمة الساعة الخاصة فيها، تحسينات في أنظمة الأيباد. الأيباد راح يكون أكثر استقلالية، راح يكون حرفيا منافس لأجهزة الماك خلال الفترة القادمة. خلي يطلقون الأيباد قبل ما يطلقون والله الأيباد متأخر في إطلاقه، يوم بكرة فما أدري صراحة، لأنه شوف هم عودة المدارس في أمريكا توقع شهر 4 و5، حروة الشهرين هذولي ما تحضرني صراحة بالضبط، لكن الشائعات قاعد تقول مارش أو عفوا الشهر 4 وشهر 5، يعني 4 5 4 5 هذه حولها. فخلينا نشوف، هم بالعادة كانت تطلقها بالترا في فترة الأعياد اللي نهاية السنة. بس ترى أنت قد مرة قلت كلام مرة مهم، قلت أنها انعدام المنافسة في أجهزة التابلت، المنافسة للآيباد خلت الآيباد يغرد لوحده، وما عاد في حاجة للتحديثات السريعة لكل سنة أو شيء زي. بس ترى في كمان شيء آخر، الشركات حاليا صارت تحرص على الإطلاق في الأرباع، فصار يقول لك إنه كل ربع أطلق شيء عشان أرفع العائدات المالية حقتي. تحسين وضعها، تحسين وضع في السوق طبعا، اللي هو ما له علاقة باحتياج السوق كمنتجات، لكن فصار مجبرين انهم يتحركون عشان الجانب الاستثماري في الشركة. فيقال ان الربع الثاني بسبب انه ما راح يكون في اجهزة الايباد هي راح تكون موجودة لرفع المبيعات. شوف الطنخة اللي موجودة عندهم يطلقونها على حسب الارباع اساس يرفعون مبيعاتهم. يا اخي شركة يا اخي والله مستبدة. أنا ما راح أطلق وقت احتياجهم للمدارس، لا أنا بطلق وقت اللي أنا أبغاه عشان أرفع أرباحي. خلينا ساكتين. يحقنا لأن في أجهزة التابلت ما أعتقد في منافسة عالية حتى والله. يعني أنا أشوف الأجهزة الحالية، يمكن حتى الأصدار الحالي واللي قبله ما تجد في حاجة. أنا متأكد اللي يستخدمون أجهزة الآيباد ما يشوف في حاجة يعني ملحة لتبديل الجهاز. يعني إذا كان جهازك ما يعاني من مشاكل فنية أمورك تمام، لأنه ما طرأ شيء يتطلب أنك تغير، يعني إضافة خدمات إضافية فقط. طيب أتوقع أشبعنا النقطة الأولى من هذه الحلقة، نروح للشيء الثاني. شات جي بي تي الآن متاح للجميع بدون تسجيل. سابقا شات جي بي تي أول ما بدوا كانوا معقدينها. أول شيء لازم يكون عندك رقم دولي، وبعدين لا رقم أمريكي أول، بعدين قالوا رقم أوروبي أمريكي، بعدين مدري إيش، بعدين يفتحوا في دول أكثر وحوسة أو غيرها. الآن صار متاح للجميع، تدخل على الصفحة تستخدمها بشكل كامل، ما تحتاج تستخدم الخدمات المجانية. يعني الخدمات اللي بفلوس نزلت. لأن في خدمات في خدمات كثيرة أنت تحتاج تستفيد منها بفلوس فما هي موجودة. مثلاً أنك تتواصل معه بالصوت يحول الصوت إلى كلام، هذه لا لازم تدفع لها فلوس. لكن الخدمات البيسك الأساسية لا، متاحة بشكل مجاني حالياً للمستخدمين. هذا طبعاً بيعطيهم انتشار أوسع، أعتقد هذا الهدف منه تسهيل الوصول له. بس ما زال يعني أنا أحس أنها يحتاج أكثر يعني في الانتشار. في نسبة مستخدمين، بس أغلب المستخدمين اللي قاعد تشوفهم متخصصين، يعني ما وصل مرحلة الناس يعملون معاملة جوجل. طبعا ويختلف جوجل عن شات جي بي تي في الهدف، لكن أعتقد هذا بيسهل الدخول والوصول لهذا النوع من الخدمات. اي في كلام كثير عن رفع جوده المخرجات عندهم، تحسينها، لانه اذا جبت الان عدد مستخدمين كبير يستخدمون المنصه فهذا بيعطيك مدخلات اكثر. أكيد مدخلات أكيد. اكثر يعني داتا اكثر. بقول لك شيء، انا اشوف ان الـ ادوات الذكاء الاصطناعي او محركات الذكاء الاصطناعي مثل شات جي بي تي او جيميناي او كوبايلوت حق جوجل حق مايكروسوفت بيحتاج أنه يكون مدمج في الأجهزة علشان يحقق انتشار، يعني مثل طريقة تعامل المتصفحات الرئيسية في الأجهزة، وهذا بيساعدها تنتشر. فوجود ما زال شات جي بي تي ما هو أساسي في الجهاز يحتاج تحميل، أعتقد بيخلي جزء كثير من الناس بعيدين عنه. طيب سمعت عن خبر تراجع مبيعات أجهزة التلفزيون؟
والله تو شو أقرأ يعني صراحة مزعجة لصناعة التلفزيون، لأنها صراحة مؤشرها واضح جدا من زمان، الناس صارت على أجهزة التابلت وأجهزة الجوال يعني قاعد أشوف الناس تستمتع تشوف مثلا برامج مسلسلات أفلام على أجهزتها المحمولة سواء جوال أو كذا، وتقول له طيب ليش ما عندك تلفزيون؟ محتاج ليش تلفزيون؟ فخلاص يبدو لي الناس تكيفت مع حجم الشاشة الصغير وانا كافي يعني ما احتاج. اول ما طلعت الاجهزه كان يقول لا بشاشه 40 بوصه او 50 60 اشوف عليها. ما صار طبعا بعض الاشياء متسيده مثل خلينا نقول البث الحي لبعض الفعاليات مثل مباريات كره القدم او كاس العالم وزي كذا، ما زالت هي تاخذ الحيز، لكن خلاص اجهزه التلفزيون بدت تصير ما عاد اساسيه في حياه الناس. اول كانت عنصر اساسي، تروح البيت الشخص تلقى في غرفه الضيوف المجلس الصاله البيت في كل مكان تلفزيون. الحين لا، ممكن تدخل بيت واحد ممكن ما تشوف الا شاشه واحده بس في الصاله، والباقي كله على الاجهزه، عندك ايباد، عندك جوال، عندك عندك جميع وسائل اللي فيها شاشات، ف مؤدي الواجب. الحين الشاشه الاجهزه الفولد يعني صارت بعد يعني اجمل، تتفرج على الجهاز اذا تبي تكبر الشاشه كبر الشاشه. بس مجال الشاشات له مستقبل خاصه في منازل الذكيه، لان هي راح تكون الهب اللي انت تتحكم فيه طول بيتك. فيجن برو يا استاذ الكريم، فيجن برو يخليك ما تحتاج شاشات نهائي اصلا. تبي شاشه 40 بوصه غير عمليه، تبي شاشه 40 بوصه، تبي شاشه 60 بوصه، على خليش 60 بوصه، تبي اشوفك والشاشه قدامي برضه نفس الشيء. فالمستقبل الان اعتقد ما هو مستقبل التلفزيونات، هذا كلام ثاني غير بث التلفزيون. بث التلفزيون اصلا يواجه مشاكل الان، الناس صارت تروح للستريمينج ما عاد تشوف البث اللايف المباشر لا للمباريات ولا البث الفضائي. البث الفضائي عادك يعني الناس الان يعني اضعف حالاتها. اتوقع بيجي يوم ما عاد في شيء اسمه ريسيفر ودش وتلفزيون وزي كذا، او عفوا الشاشات خلاص. فيجن برو، اي جوالات، وشوف البث مباشر وانتهى الموضوع. فما أدري يمكن يجيك يوم الناس ما تشوف مباريات كاملة، تشوفها مقاطع، تجيك أول بأول للأحداث. فيعني شوفي لأي درجة ممكن ترى، لا تتصور، لا تستغرب بكرة المستقبل يكون غريب بهذا الشكل. يعني استخدامات المرئية خلينا نسميها بتكون مختلفة تماما. يعني الناس أنت الحين تقول والله بتفرج عن مباراة، يقول ليش تفرج عن مباراة؟ خلاص شوف ملخص. أوكي ترى في شيء صار زي كذا، أغلب الرياضات الأمريكية إذا دخلت على الهاشتاج الخاص فيها مثلا في منصة إكس على سبيل المثال، لو دخلت داخل المنصة تلقى كل المباراة عبارة عن مقاطع مقصوصة للمباريات والأحداث، فأنت كمستخدم قادر أنك تدخل وتشوف الأحداث المهمة اللي صارت في هذه المباراة وقفلت عليها. هذا ساعد أن الناس تعرف ملخصات، لا تشوف مباراة كاملة وغيرها، تخبر مع تسارع الزمن وغيرها. راح تصير الجزء الوحيد أو المرة الوحيدة اللي أنت تشوف فيها مباراة كاملة إذا أنت داخل الملعب. أنا ما أقول كذا، حتى سلوك المستهلك نفسه يعني سلوك الناس بيتغير. يعني الجيل القادم يمكن صغار السن الآن يمكن اللي أعمارهم أقل من 10 سنوات، أعتقد بيجيهم وقت ما عاد يبون طريقتهم في مشاهدة التلفزيون ما عاد يبقى شيء مشاهدة متسلسلة اللي تقدر تشوف 90 دقيقة كاملة علشان تعرف وش بيصير في الحدث. ممكن يجيك بكره يقول لك لا ما احتاج، يعني فئه كبيره من المجتمع بيقول لك لا ما احتاج اشوف، اجلس اشوف 90 دقيقه عشان اتفرج على المباراه، اشوف المقاطع، اشوف ابرز ابرز الاحداث اللي صارت، هذه اللي موجوده في واللي بيشوف المباراه يروح الملعب يتفرج على سبيل المثال. بالضبط هذه ممكن واحده من التغيرات السلوكيات. فشوف لاحظ لاي درجه صارت الناس ما تحتاج تلفزيون، هذا اللي هو موضوع الاساسي. فهذا منطقي جدا، يعني قاعد يتكلم عن نزول بنسبه 1.6%، والمؤشر اصلا واضح. يعني حتى تشوف الناس بالنسبه لي انا اشوف قاعد اشوف الناس كبار وصغار ما عاد حد يشوف التلفزيون، حرفيا ما عاد يشوف التلفزيون. بس هذه تغير يعني تغيرات نسبه كبيره، يمكن اكون مبالغه بدرجه كبيره، لكن انا قاعد اشوف المستقبل انه ما هم مستقبل التلفزيون. الاجهزه الجديده جالسه تطلع قاعد تقول التلفزيون مع السلامه. للاسف قد نودع جهاز صاحبنا لاكثر من 100 سنه، او لا حدود ال 100 سنه، لا مو 100 سنه، حدود ال 100 سنه يعني بيصير. انا اتوقع شوف لو ما صرنا متفائلين في العصر على الاقل اللي بنعيشه ان الله اعطانا عمر، بتشوف التلفزيونات قليله جدا، جالس في زاويه بس يشغلونه، والله شوف في اخبار جديده، في اخبار كذا، او يحتاج يشوف شاشه كبيره، او يحتاج ما نعرف ايش. يعني انا قاعد اشوف فيجن برو، قاعد اشوف وفاه جهاز كان مهم جدا في حياه الناس. هذه على ذكر النظارات الذكية، فيسبوك راح تضيف الذكاء الاصطناعي نظارة ريبان. طبعا اللي ما يعرف نظارة ريبان الخاصة بفيسبوك، نظارة ريبان أعلنت عنها تقريبا فيسبوك نهاية السنة الماضية،
في المؤتمر تكلموا عن نظارتهم الذكية. هي نظارة ريبان اللي احنا متعودين عليها واللي نعرفها واللي اغلب الناس تستخدم نظارة ريبان عادية، لكن بنفس الوقت النظارة هذه فيها كاميرا قادر انك تصور وتنشر في انستغرام بشكل مباشر او تنشر في اغلب الخدمات الخاصة بفيسبوك. وتكلموا وقت المؤتمر قالوا انه راح يكون في نظام ذكاء اصطناعي قريبا راح ينزل على النظارة. فاللي صار انه خلاص الان في المراحل الأخيرة انه راح يكون موجود في النظارة. طيب نظام الذكاء الاصطناعي هذا وش راح يخدمك وش راح يفيدك فيه؟ ترى راح يسوي شغلات واجد. تخيل النظام الذكاء الاصطناعي هذا قادر انه يكتشف حالات التسلل في الملعب وانت جالس كذا عارفها نقصين يعني. لا اعطيك شيء اقوى، تخيل انك تلعب تنس مع الشخص اللي المقابل لك، النظارة نفسها تقول لك ان هذه النقطة لك او لا. خفت تنكسر. طيب وانا قاعد العب عادك هذه انكسرت عادك كذا، لا تدقق انت علينا. حلو، بس خلينا نكمل. الشيء الاقوى موضوع انه النظارة قادرة على معرفة هل انت اللحم اللي قاعد تطبخه مسوي ولا لا. ذكرني بسالفة اعلانات الجيميناي اول ما طلعت. اي لا بس هذه فيسبوك موقنة انها قادرة انها تسوي، وانا اشوف فيسبوك ترى اذا قالت شيء يعني غالبا تصدق فيه. انت لما تشوف التقنيات اللي صايرة الان او يعني خلينا نقول التطورات التقنية اللي صايرة الان يعطيك احساس انه اذا ما صار هذا الشيء اليوم بيصير بكرة. تتكلم عن مثلا يعني استشعار او يعني ملاحظة الكاميرا الى جودة استواء اللحم اللي تقول عنه واذا هي جودته مناسبة ولا لا، اعتقد ما هي صعبة في ظل وجود يعني ذكاء اصطناعي قادر انه يقرا ويشوف يحلل ويعرف ويعطيك توجيهات يعطيك ارشادات. فاعتقد يعني احنا قاعدين ننتظر اغلب النقلات اللي قاعدين نشوفها ما هي مبالغات بقدر ما هي استعداد لتغيير قادم كبير بيغير من كثير من تعاملنا مع الحياه بشكل كامل. واستخدام تقنيات من هذا النوع قادر توسع بشكل اكبر واكبر لما يطلع معنا يعني يشم من هذا القبيل. اي بس للمعلوميه النظاره متاحه وسعرها ترى جدا مناسب. اي شفت اعلاناتها يعني، حتى لو واحد بحث عنها في يوتيوب وفي ميتا فيسبوك ولا كذا بيشوف استخدامات لها مره جميله، وحتى شكلها يعني في اللبس ما هي ملفتة الانتباه، يمكن مختلفه تماما عن فكره الفيجن برو. ترى هي قريبه جدا من فكره نظاره سناب شات اللي نزلت، بس نظاره سناب شات كانت سابقه الظاهر عصرها وما نجحت بشكل كبير. وهذه جت وقالت فعلا سبق عصرا كان مرة غريب انك تمشي تصور الناس. أيه تقول شي بذا. أيه بس هذه ترى كمان لأن الناس ما تقبلتها، لكن أتوقع دمجها بمميزات الذكاء الاصطناعي راح يخلي الموضوع أجمل عند المستخدمين ويستفيدون منه بشكل جدا كبير. على ذكر نظارة ريبان ومع ميتا، ما أنصح بالشراء حاليا، ما ننصح أنك تستخدمها في الفترة الحالية، لأنه أكيد نهاية السنة الحالية أكيد بيعلنون عن إصدار الجديد، خاصة مع المنافسة الشديدة ما بين أبل وفيسبوك. فلا تضيع فلوسك الآن، أصبر. أبل وفيسبوك وجوجل تكلمنا عنها المرة الفاتحة. جوجل ترى يعني يا رب نشوف شيء شهر 5 يا رب. أنا متفائل كبير، أنا متفائل جدا أنه حيكون في شيء، وفي أشياء كثيرة بتصير في خلال هذه السنة خصوصا فيما يتعلق الذكاء الصناعي، فيما يخلص ما يتعلق بالنظارات وأنظمة السيارة الذكية. صحيح ترى في السنة هذه سنة محورية في هذه الثلاث جهات، فمتفائلين يعني. يعني سوق واعد، كل الثلاثة ذي تقريبا سوق واعد، في فرص للنمو بشكل أكبر في الشركات اللي تحتاج تعزز مستوى النمو حقها، فبتبحث عن الأسواق من هذا النوع لأنه سهل الانطلاق فيه وخلنا نقول ورفع مستوى خلنا نقول المبيعات والتغلغل في السوق. طيب في شيء كلنا نتوقع ان انستغرام هو اللي المنافس الحقيقي لتيك توك راح يكون خلال الفتره القادمه، لكن مستغرب حاليا انه يوتيوب شورت هو اللي قاعد ينافس بشكل قوي. يوتيوب شورت انا اكاد اجزم انه اغلب اللي يستخدمون الان هو الجيل القادم او هم لا تيك توك القادمين او المتوقعين السابقا يعني. فاغلب اللي انا قاعد الاحظ من يعني ملاحظاتي بشكل عام اغلب اللي يشوفونه اعمارهم تقريبا تحت 18. صح صح، وممتع بالنسبه لهم. من يعرف وش يعني وش الجوانب الممتعه فيه، لكن يبدو لي
انها تربط مع تربطهم بالناس اللي يتابعونهم اصلا هم في يوتيوب. في غالبيه العمر هذا تلقاهم يتابعون اما برامج او يوتيوبرز مشهورين يقدمون محتوى خاص فيهم سواء في الالعاب او في اشياء كثيره وفي في الرياضات. فيبدو لي الناس اللي هناك بداوا يتبنون المبدا ذا ويستفيد من قاعده المشاهدين اللي عنده وينقلهم معاه الى هنا، وهذه انا اعتقد انها قاعده تحقق نجاح ملموس في هذا الجانب، وبالتالي انت قاعد تخلق عملاء جدد محتملين هذا جايينك على قدام، يعني على 10 سنوات أو 5 سنوات القادمة. هذا بكرة اللي عمرها 10 سنوات أو 15 سنة بكرة مسير 20، هذا عميلك القادم، وبالتالي يأخذ من حصة تيك توك بشكل مبكر. أي بس الآن هو قاعد ينافسه بشكل جدا كبير، والقامة واعدة جدا، والدقائق المشاهدة اللي قاعد يعطيها المستخدمين صراحة جدا رهيبة. لي تجربة مع يوتيوب شورت، أنا من الأساس ما أرفع مقاطعي كنت أرى في يوتيوب، ولا كنت أحط لي محتوى في يوتيوب بشكل نهائي. كانت كل تجربتي مع يوتيوب غير ناجحة بشكل كبير، خاصة مع المحتوى الطولي. أول ما بدأ يوتيوب شورت بديت أنشر في يوتيوب شورت، بديت أحط المحتوى حقي في يوتيوب شورت، جبت 80,000 متابع في فترة 6 شهور، وهذا يعتبر رقم ترى جيد جدا من خلال يوتيوب شورت. تخيل أنا ما أنشر شيء إلا يوتيوب شورت، فأحط المحتوى حقي في إنستغرام، أحط المحتوى حقي في إكس، وبعدين أطلع إلى يوتيوب شورت وأحطه. هذا يعني إنه حرفيا 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 البديل القادم لتيك توك في أمريكا في حال تم الحجب هو يوتيوب شورت. ولا أستغرب، طبعا في تجارب لأشخاص واجد ما عندهم تيك توك ولا يستخدم تيك توك نهائيا، واحد من الشباب، فكنت أسأل أقول له وش السبب، وش اللي يخليك أنك أنت بس متعلق في يوتيوب شورت؟ قال تجربة المستخدم اللي تخليك مبسوط بس مو مدمن بنفس الوقت. فمبسوط لكن مو مدمن. إيه أنا لاحظت أنك تشوفه بس مو زي تيك توك يلا 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 يلا. لا هذا تشوف أوكي 2-3 مع السلامة السلامة. إيه مبسوط مو مدمن، يعطيك آخر الأحداث، يعطيك آخر الشغلات، لكنه ما سر نجاح تيك توك إنها شو اسمه؟ بس ترى المعلومية ما يصنع حدث هو. إيه أي شيء أنت تبحث عنه يطلع لك مقاطع. إيه بالضبط. تيك توك قوته إنه يصنع حدث معين. يصنع ترند. إيه يصنع ترند. وهذا ترى إيجابي وسلبي بنفس الوقت، لأن صناعة الترند أنت عارف في شغلات إيجابية في شغلات سلبية. يمكن أبرز شيء صار فيها سالفة الأردن يوم كان واحد من أسباب المظاهرات في الأردن، لأنه هو أجج حدث، لكن الذكاء الاصطناعي لعب بالأول كثير لعب فيها. طبعا شوف يعني بعيدا عن هذه المواضيع، استخدام تيك توك طبعا نجاحه في الخوارزميات وفي كيف يربطك، وحط نموذج جديد. النموذج هو انه انا تتمحور علي مو تتمحور على صانع المحتوى. واخفى صناع المحتوى يعني في تويتر في انستغرام، لما اتابع مثلا فلان او اتابع حساب معين فانا انتبه لي او يعني اتابعك بشكل مستمر واعرف انا وخلاص اصير مدمن على محتواك وانت اللي تتحكم فيني. حتى لدرجه ان الاعلانات تجي عن طريقك. تيك توك لا، تيك توك انا تتمحور علي، انا الاساس، انا اغري المصنع المحتوى انه يصنع محتوى عندي، اوفر له جميع الادوات والمنصه اللي تساعده انه يكون موجود ويحبها، وفي نفس الوقت انا اللي اتحكم فيك، علمك وش تشوف وش ما تشوف. حاولت اكثر مره اتابع يجبرني اني اروح للشيء اللي يصلح لي. بالضبط. يقول لك انا افهم منك ولدي، انا افهم منك. وفعلا يعني انا شفت ناس كثير يقول لك كانوا يسبون في يعني او ينتقدون قضيه انه والله انا تيك توك والله يسوي يفعل ياخذ وقتي كذا. بتقول له طيب نلغي تيك توك؟ لا يا اخي، هو فهمني عارف شو انا ابي ويستمر معاه. ف لا انت ما ادري ايش بيصير. في خبر جاني تنبيه عنه قبل شوي لايف يعني اي انا ما فهمته بشكل كبير، بس بعطيك اياه اذا بدانا نتطرق فيه في الحلقه تقدر نتكلم عنه، لانه فاجأني صراحه الخبر. شوف ارسلت لك اياه حاليا، اقرا العنوان بس يعني، وممكن ما نتطرق له ممكن ما نتطرق له، لان الشخص اللي واضع الخبر هو متحيز لفكره معينه، فما ودنا ان احنا نكون متحيزين لهذه الفكره. لو تقرا العنوان وتشوف اذا كان مستاهل تكلمنا عنه، اذا كان مستاهل تركناه. لا لا نبي له وقت، يبي له وقت حتى التحليل تشوف يعني وش ما وراءه يعني. اي في نقطه ثانيه صايره،
اللي هو مع جودة النوم المتقلبة حاليا في رمضان. أوه لمست الجرح أنت. إيه لمست الجرح. الأسرة الذكية. ما في نوم ذكي وخلصني مرة واحدة بسرير وسرير. تقعد تحط الشاحنة نومني. لا والله صراحة الأجهزة اللي تساعد تحسين جودة النوم أعتقد أنها مطلوبة جدا جدا جدا، لأن أغلب أكثر مشاكل الناس مشاكل هم صنعوها بأنفسهم ولا يقدروا يتحكمون فيها، أو صنعتها التقنيات الحديثة، سواء في جودة النوم، في سوء النوم، في المشاهدة وإدمان الأجهزة قبل النوم وزي كذا. فأعتقد يجب أن الأجهزة دي ترجع تعالجنا من جديد. فأعتقد جزء من التقنيات اللي هي تقنيات يمكن اللي تستخدم مثل في الساعات اللي تلبسها وقت النوم حتى تحلل لك جودة النوم، في بعض الجوالات تستمع تطلب منك تشغيل المايك حتى تشوف تقلبات النوم وصوتك يعني وقت النوم والنفس، أو حتى إذا كان فيه شخير وقت النوم وسوء القطع في النفس زي كذا، هذا تعطيك مع جودة القلب أو ضربات القلب وزي كذا تعطيك تفصيل عن جودة النوم وتعطيك مقترحات. اللي أشوفه في الخبر هذا صراحة شيء جيد، أنه الأسرة نفسها صارت ذكية تتعامل معك بطريقة ذكية، سواء في الارتفاع، في النزول، في درجة الحرارة، في أشياء كثيرة. حرفيا هي تبتريحك، لكن مثل هذه الأسرة عيبها أنها غالية جدا، تعطي تجربة جيدة لكن في أجهزة أصغر منها قاعد تحاول تعطيك بعض المميزات اللي موجودة. يعني مثلا الساعات الذكية قاعد تقيس جودة النوم، قاعد تقيس حرارة الجسم، قاعد تقيس شغلات كثيرة وتعطيك إحصائيات مختلفة. الأسرة هذه تجربة أشمل، لكن نقدر نقول عنها أنها شيء فيه رفاهية وليس شيء أساسي. والله أشياء كثيرة كانت رفاهية في البداية، بعدين مع يعني كثر الطلب والتصنيع خلاص يبدأ سعرها ينخفض وتصير في المتناول. لكن طبعا يعني جودة النوم لها يمكن لها تفصيل أكبر في مثلا نوع مرتبة النوم أو تفاصيل ما لنا علاقة فيها يمكن أكثر، لكن أنا أعتقد يمكن هذه فرصة إلى عرض تجارب. يعني يمكن واحدة من تجارب، أنا لي تجارب كثيرة معها، جربت اللي تسمع النوم وتعطيك جودة النوم وتفاجئك إن عندك مشاكل مثلا في التنفس وزي كذا فتحاول تشتغل عليها. فيه الساعة نفس الشيء، ساعة ممتازة جدا، بس مشكلتك طبعا الشحن البطارية. يعني حاولت مرة من تجربتي اني انام في الساعه، لو قمت الصبح اول ما اصحى الصبح احطها في الشاحن مده نص ساعه قبل ما اتجهز والبس ثوب يصير جاهز اروح البسه. فهذه ساعدتني في كثير قياس جوده النوم الى درجه كبيره، وفعليا عرفت ان جزء من مشاكلي انه كانت فيها احيانا النوم سيء، انضباط بالساعات احيانا لما تضبط لما تشتغل على نفسك مضبوط مع اجهزه الايفون والساعه وتحدد ساعه النوم تضبط معك، يعني ممكن تحس النوم هذا يعني مصداق للكلام، كنت تقول فيه أدوات ممكن تستخدمها أسهل، بس بين وبينك الناس تدور الشيء اللي تضغط زر وخلاص. كل يا حبيبي شغل ساعة هذه بعيدين عنا. عموما وصلنا إلى تقريبا نهاية الحلقة، لكن قبل لا أختم أنا عندي سؤال مهم بالنسبة لك وتجاوب عليه بشكل سريع مرة، ما ودي صراحة أنا نتوسع فيه، ما ودي نتكلم فيه بشكل موسع. طيب يلا. أنت جربت أفضل جهازين قابلين للطي لفترة جدا كافية، نتكلم عن السامسونج فولد ونتكلم عن الهونر الماجيك في 2، تجربتك في أقل من دقيقة. تجربتي في إيش؟ تجربتي في من أين أركز عشان ما أجاوبك؟ بسألك أسئلة وجاوب على هذا. طيب. التصميم من يفوز؟ أي التصميم قصدك الخارجي؟ التصميم الخارجي هونر لأنه نحيف وفي شاشة أكبر حقة الخارجية، بس عشان أوضح عشان الموضوع ما هو ضد سامسونج ولا البطارية. البطارية متقاربة لدرجة كبيرة، توقعت أنا هونر بيكون أفضل لكن جيدة طبعا بحكم كبر الجهاز البطارية كفاية، بس أتوقع متقاربين يعني. طيب الفصالات اللي لا ممتازة، لا هونر ممتاز في أصل درجة أنك يمكن تنسى أنه فيه صفطة في النص للشاشة. طيب الشاشة الأمامية إذا فكيت، الشاشة الداخلية إذا فكيتها الانعواج اللي موجود لا ما يبان في أي واحد. أفضل في هونر. أفضل في هونر. النظام الداخلي متقارب إلى درجة كبيرة لأن أندرويد، يعني ولا حصل صراحة ماني مستخدم كبير أندرويد، يمكن أحد يزعل من
محبين أندرويد، لكن بالنسبة لي كمستخدم كمتقاربين لدرجة كبيرة يفي بالغرض. هنا شوي في حركات، يعني خلنا نقول بالنسبة لي لأني مستخدم للآيفون، فمقرب لي طبيعة الاستخدام وسهولة الوصول لبعض الإعدادات، فأعتقد بالنسبة لي كان محبب أكثر. يمكن اللي يستخدم جلاكسي هو مستخدم جلاكسي من قبل فيقول لا أفضل أو الفرق، لكن أنا بالنسبة لي أشوف إذا أنت مستخدم آيفون حتجد أن هونر أقرب إلى قلبك من أجهزة ثانية الخاصة بالأندرويد. طيب يعطيك العافية للمعلومية. هذه السؤال ترى ما كان في الحلقة، فأنا سألته بشكل مفاجئ لأن أبغى رأيه بشكل صادق. اختبرني يعني. أي طيب. اختبار مفاجئ. ما كنت أبغى تكون عندك مجهز الإجابة، فشكرا لك. شكرا لك. إن شاء الله بعد العيد وعيدكم مبارك مقدما، وكل عام وانتم بخير، والله يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. كل عام وانتم بخير وشكرا لاستماعكم، ونلقاكم ان شاء الله بعد اجازه العيد، والى اللقاء.